ما بعرف، يمكن بنشر الدولاب. هذا تاني انذار من الشجرة، قلت لكم ما رح نوصل اليوم لبيوتنا، ما صدقتوني، صرتوا تتمسخروا. ماشي الحال. خير خير، شو بقى براتك؟ ما بعرف. خير ان شاء الله. معدتي عم تمغصني كتير كتير. اوه، وانا كمان يا جماعة. معدتي عم يشوش علي وراسي عم يفتن. اوه، بكون شو صاركن انتم؟ اي 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 اي. لك قلت لكم هيام الاماني ما معها لعبة، ما كنتوا تصدقوني. اي 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 اخ اخ. كله من الشجرة يا جماعة، أقسم بالله العظيم كله من الشجرة. صباح الخير يا جماعة. صباح النور. طمنوني، كيف صرتوا؟ أحسن، ماشي الحال. فهموني هلا، شو هالقصة اللي صارت معكم؟ مبينة القصة دكتور، الشغلة كلها من الشجرة. هالمنظومة اللي متلقح على هداك التخت ملخ عرق من شجرة أم الأماني، ومن وقت ما ملخه والشجرة مبلشة شغل فينا. عفواً، عن أي شجرة عم تحكي؟ عن شجرة أم الأماني. ولك حبيبي، أنتم مصابين بحالة تسمم من وجبة الفراريج اللي أكلتوها على الطريق. يعني أم الأماني ما لها علاقة؟ أبو راتب، لك على سر. شو هو؟ عن الشجرة اللي كان بإيدي وكنت عم بلعب فيه وانت نهز بدنك مشانه وانا كبيته. اي، هذا ما ملخته انا من ام الاماني، لا، ملخته من شجرة تانية. شو هالحكي؟ لكن ليش صار معنا كل هالشي على الطريق؟ نصيبنا مو اكتر. بقى كبر لي عقلك ونسالي ام الاماني. يعني هلا بعمرك شفت شجرة بتنتقم من بني ادم؟ وين صارت هي يا براتب؟ هو بجوز هي معك حق فيها، لأنه أم الأماني ما بتنتقم من البني آدم، هي أكبر من هيك بكتير. أم الأماني بتشفي البني آدم، يعني بتسعى للخير مو للشر. ليش فكركم الطبيب اللي خلانا ننفذ من التسمم فشل؟ هذا شغل أم الأماني حبيبة قلبي، لأنه الله يباركها ما حبت تضوع لنا زيارتنا بوش. على كل حال، بكرة بتشوفوا الأستاذ عبد المعين شلون رح يطيب ويتحسن، ورح تتذكروا شجرة أم الأماني بالخير. خير دكتور، في شيء؟ هلأ إجاكم تليفون بخصوص الأستاذ عبد المعين. شو؟ أعطاكم عمره. شو هالحكي؟